You need something? No, no, no. Thank you. And could you have a sizer shop? Baba! أنا ما رضيتش أتكلم قصاد علي. أنا عايز أعرف إيه اللي حصل مع اللي اسمه عثمان والناس اللي خطفوا علي. لسه طبعًا يا إلهام. الحكاية طبعًا هتاخد وقت طويل لأن الموضوع عدى عليه زمن. إنك سامح مش ساكت بيدور. يعني مفيش قدامنا غير إننا نصبر شوية. حاضر يا كمال. هنصبر. بس أنا حاسة إن أنا متكتفة. حتى ايدي على خدي ومستنيه اشوف الضابط ده هيعرف يوصل لحاجه ولا لا. يا بنتي بالراحه على نفسك، مش كده. اذا كان الضابط المحترف لسه ما وصلش النتيجه، انت هتعملي ايه؟ اي حاجه يا بابا، هعمل اي حاجه. انا كل ما ابص لعلي واتخيل العذاب اللي شافه في طفولته ببقى هتجنن، ومش عايزه اللي حصل له يحصل لاطفال تانيين. العصابات دي لازم يتقبض عليها، والعيال دي لازم ترجع لاهلها. هو في مجهودات معموله في الاتجاه ده، سواء كانت من الداخليه أو من الناس العاديين اللي عاملين صفحات على الفيسبوك بيشيروا فيها صور الأطفال بيشحتوا على أمل إن حد من أهليهم يتعرف عليهم. بس دي محاولات، لكن عمرها ما هتقضي على الموضوع من جذوره. دول أكتر من 100 عصابة ومفيش بينهم وبين بعض أي علاقة، يعني لو قبضوا على عصابة مش هتعترف على العصابة التانية. طب وإحنا هنسيب الأطفال كده من غير رعاية ولا تعليم ولا أي حاجة؟ على فكرة احنا ممكن ناخد الأطفال دول نراعيهم ونعلمهم ونحاول نرجعهم لأهلهم، احنا عندنا الإمكانيات دي يا كمال، مش كده؟ مش عارف يا إلهام، المسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلها دي، ده لسه في إجراءات تأسيس وإشهار جمعية أهلية، ده غير إن ممكن يبقى في مشاكل مع الناس اللي مشغلين الأطفال دول، لأن كده بتقطعي مصدر رزقهم. يعني إيه؟ هو أنا كل ما أفكر في حاجة أعملها تطلع صعبة قوي كده؟ أنا ممكن أكلم راجل يساعدنا، بس أنت كمان شوف الإجراءات اللازمة وأعملها. حاضر حاضر يا إلهام. طيب لحد كمان بقى ما أشوف الإجراءات ممكن تهدي. أنا بزعل أوي لما بشوفك بالشكل ده يا بنتي. حاضر يا بابا أنا كويسة. طيب يا حبيبتي يلا، باي باي. باي باي إلهام. اللي بتقوليه ده مستحيل يحصل. أطفال شوارع إيه اللي عايزة تراعيهم؟ عايزة تجيبي ناس يسرقونا ولا يعملوا فيكي حاجة؟ هيسرقونا ليه بس يا راجي؟ إذا كنا عايزين نراعيهم ونخليهم أحسن مننا، وبعدين ما تنساش إن علي ابننا كان واحد منهم. صحيح هو اتربى في بيت تاني، بس برضه اللي شغله استغله وأخد فلوسه. طلعي الموضوع ده من دماغك يا إلهام. إحنا عندنا مشاكل كفاية. مش محتاجين نجيب لنفسنا مشاكل جديدة. وبدل ما تركزي مع أولاد تانيين، ركزي مع علي. فكري معايا إزاي نحسن من مستواه. شوفي لو في كورسات ولا حاجه ياخدها، او حتى نطلعه بره يتعلم. مين قالك ان انا فعلا ما عملتش كده؟ انا اوريدي اتفقت مع مدرس عشان يجي يعلمه انجليزي، بس ايه اللي دخل اهتمامي بعلي بان انا اعمل المشروع الخيري بتاعي؟ على فكره بقى علي اكتر واحد ممكن يساعدني في مشروع زي ده، لانه اكتر واحد اتعامل مع العيال دي وعارف نفسيتهم قد ايه. الهام انا مش موافق على الموضوع ده، فلو سمحتي اقفليه خالص ما تفتحوش تاني. اسف يا راجل، انا هكمل في اجراءات المشروع بتاعتي، ولو عايز تساعدني اهلا وسهلا، انما لو مش عايز انا برضو هكمل ولوحدي. الساعة تطلع لها كام؟ تجي لها 12. محمد وبدير ما عدوش عليا وانا نايم؟ لا ما عدوش. امال موبايلي فين؟ اهو. ايه اللي خلاكي بس تشيليه من تحت المخدة؟ وهو في حد يحط موبايل تحت دماغه وهو نايم؟ كنت عايزة اتصل برامز يجيب لي حاجات وهو راجع من الشغل، وما كانش معايا رصيد. يلا يلا عشان تاكل. مانيش نفسي. عشان خاطري امسك. ايوه يا حامد،
ايوه ام عبد الله، امال حامد ما ردش عليا ليه؟ طيب 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 طب اهدي 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 وانا هتصرف، انا هتصرف وهرد عليكي. مع السلامه مع السلامه. هو في ايه؟ انت بتتصل بمين؟ بتصل بمحمود بيه. دي اخر حاجه وصلت لها انا ومالك مع بعض، الاستاف اللي جاي هتكون ايه؟ هو وصل بينا الامر اننا نبلغ عن عمال غلابه ما عملوش حاجه ويتقبض عليهم بالطريقه المهينه دي؟ طب انت بلغت عن العمال؟ عمال ايه وبلغ ايه؟ انا ما بلغتش عن حد يا عم، هو ما عرفش اصلا ان في عمال مقبوض عليهم. انا مش متخيل حضرتك تظن ان انا اعمل حاجه زي كده. اشمعنى حامد وبدير اللي اتقبض عليهم وفي التوقيت ده وبالطريقه دي؟ مش فاهم قصدك يا عم. محدش هيلفق تهم زي دي ويعمل الحاجات القذره دي الا واحد زي فريد. جده عنده حق يا بابي، مفيش حد يقدر يعمل كده غير اونكل فريد. فريد في الاول ولا في الاخر ده راجل بره الخدمه، ومش معنى انه ساعات بيطلب خدمات من بعد تلامذته ان الخدمات دي غير قانونيه. محدش هيعرض نفسه للمساءله عشان خاطره يعني. انا لا يهمني فريد ولا يهمني ادفعك عنه، انا اللي يهمني العمال النهارده قبل بكره يكونوا في بيوتهم، مفهوم ولا لا؟ واذا كان الموضوع استمر اكتر من كده رد فعل هيكون عنيف جدا على اللي كان السبب. انت فاهم ولا لا؟ ايا من كان. بابي بليز شوف لك طريقه طلع العمال دول وروحهم بيتهم. ما تقلقيش يا ريم، انا هشوف ايه الموضوع ده. ايه ده يا استاذنا؟ انا عايز تحليل دي ان ايه للعينات دي، عايز اعرف اللي في بيت الهام ده يبقى علي ولا النصاب. طب بالراحه عليا بس يا باشا، لو انا فاكر كويس ان في تحليل دي ان ايه اتعمل وطلعت نتيجته ايجابيه صح؟ صح، بس بعد التطورات الاخيره اللي حصلت كله على يدك لازم نتاكد تاني، لازم نقطع الشك باليقين وللابد. كمال باشا للاسف ده هيبقى صعب شويه، انا عشان اعمل كده لازم ارجع للطب الشرعي وده محتاج اجراءات وهيفتح علينا باب لوكلوك كتير. خلاص يا سامح، انا مش هعمل لك مشاكل، انا هحاول اشوف طريقه تانية. استنى بس يا كمال باشا، انا ما يرضنيش ارد لك طلب، اديني فرصه يومين كده احاول الاقي سكه، لو ما عرفتش هقول لك. متشكر جدا. ثانيه واحده. الو؟ ايوه عمي. ايه؟ طيب طيب مليني الاسماء. حامد، محمد، علام، محمد. ايوه. بدير، السيد، طلبه، عمران. حاضر حاضر يا عمي، مع السلامة. الاتنين دول عمال في المصنع، اتقبض عليهم النهاردة الفجر و... وعايزين نعرف هما موجودين في أنهي اسم. قلت لي تشرب ايه يا كمال باشا؟ لا معلش، هسيبك بقى دلوقتي ونتقابل بالليل في القهوة ونتفرج على الماتش سوا. ماشي يا باشا. وخلي فيهم واحد يتجرأ عليا ويقول كلب الحراسة. وانت ازاي تتصرف من غير ما ترجع لي؟ تسرعك ده خلى موقفي ضعيف جدا قدام لينا ومحمود. انا كنت عارف يا راجل انك مش هتوافق، بس كنت لازم اتصرف بسرعه، خصوصا بعد ما العمال ما تجرأوا وصلوا لحد الهام في السنتر. عملت فيهم ايه؟ وديتهم فين؟ مكان ما حدش هيقدر يوصل لهم فيه. على فكره يا راجل انا مش هاذيهم، انا بس هقرص ودنهم عشان يفكروا ألف مره قبل ما يتظاهروا او يتهجموا على حد من عيلتك، ويبقى حد فيهم يتجرأ إنه قول عليا كلب الحراسة. وأنت إيه اللي خليك متأكد إن بقية العمال مش هيعملوا حاجة؟ لأنهم هيخافوا إن هم يتحركوا أو يعملوا أي حاجة لحد ما يعرفوا إيه اللي حصل لحامد وبدير. الموقف كان اتعقد يا فريد. لا، اتعقد ولا حاجة ما تقلقش. أنا عارف أنا بعمل إيه كويس. تعال بقى وريني عملت إيه في أوضتك. والله برافو عليك، لحقت تعمل كل ده بسرعة كده؟ أخيرا يا علي هتبقى في وسطينا،
اخيرا هنام واصحى على الوش الجميل ده اللي اتحرمت منه طول عمري. يا رب بس اعرف اخد على النوم. لا هتاخد على النوم ان شاء الله، ومن بكره الصبح تجيب حاجتك وتفرشها هنا. اوكي اتفقنا؟ نزلتيش تفطري معانا ليه يا حبيبتي؟ مش جعانة. مالك بس؟ أنا من ساعة ما اتخرجت واشتغلت في الشركة دي وأنا فخورة جدا إن أنا بنتمي لمؤسسة ناجحة، بس لما يكون النجاح ده على حساب ناس ملهاش أي ذنب يبقى لازم أتكسف منه. بابي، هو مين اللي ورا القبض على العمال؟ اللي ورا القبض على العمال هو نفس الشخص اللي حرضهم يعملوا مظاهرات. كل ده يا حبيبتي عشان يبان بس ان احنا ورا اختفائهم. يا لينا، من امتى وانت ما بتثقيش في كلامي؟ انا مش قادر اروح الشغل النهارده. ماشي يا حبيبتي، خدي اجازه النهارده وارتاحي، بس من بكره تنزلي الشغل. اللي انا اعرفها لا يمكن تسيبي الشركه وهي بتمر بظروف زي دي. سمعت ان انت هتنقل الاوضه النهارده. والله العظيم يا راجل انا حاولت املس بس ما عرفتش. انت هتنقل بس عشان ترضي الهام، لكن مش هتقعد فيها على طول. هما يومين ثلاثه في الاسبوع والباقي هنا. بس مدام الهام مش هتوافق، حضرتك ما شفتش كانت مبسوطه ازاي لما شافت الاوضه اتفرشت. اللي بقول لك عليه تنفذه. هي لما تشوفك مرتاح هنا هتستسلم وترضى بالامر الواقع. حضرتك تشوف. صحيح، قبل ما تروح الشغل تشتري هدية وتديها لداليا. وده بمناسبة ايه؟ أنا عايز أتقرب منك أكتر بأسرع وقت. راجب ايه؟ ايه تاني؟ كان في بس حاجة صغيرة كده. أبويا اتصل عليا يجي 100 مرة وعايز فلوس. آه أبوك. سد بق بدول. صباح الهنا. صباح الخير. ايه ده؟ دي هدية عشانك. عشاني انا؟ طب المناسبة يعني حسيت ان انا كنت بايخ حبتين يعني يوم الخروجة، فقلت ممكن تكوني خدتي على خاطرك مني. الله، تحفونة صح؟ حلوة قوي يا علي، ميرسي بجد. على ايه؟ اما بقى بالنسبة للخروجة فانا كمان المكان ما كانش عاجبني، فعشان كده عايزة اتفق معاك على اتفاق. ايه هو؟ كل واحد فينا يبقى على طبيعته، يعني اللي متضايق من حاجة يقولها من غير ما يفكر او يحسبها. وانا ولا ليا في التحوير ولا التمثيل، اللي هيضايقني هتلاقيني بقولك عليه على طول. وعايزاك انت كمان كده. اتفقنا؟ خلصنا بقى. مين؟ ايه؟ هو انت مش قلتي كل واحد يبقى على طبيعته وكده؟ يبقى خلصنا بقى مين بقى؟ هاي.
لو سمحت عايزه اسال عن الورك شوب بتاعت الزومبا ترينرز. تمام يا فندم، بالنسبه للورك شوب هتكون يومين، كل يوم 8 ساعات ما بين العملي والنظري. وبعد كده حضرتك هتاخدي سيرتيفيكت بانك بقيتي زومبا ترينر. وقت مزنوق شويه بس ان شاء الله هلحق. ميرسي قوي. ممدوح ممكن تجيب لي عصير ليمون على مكتب مستر راجي؟ شكرا. تعرفيش لينا ما جاتش ليه النهارده؟ ما تتصل بيها. ما انا كلمتها تليفونها مقفول. لا بصراحه ما عنديش فكره. مع اني كنت جايه واثق ان انت الوحيده اللي هتبقي عارفه. اه ما انا سالت مستر راجي الصبح بس هو ما قاليش. اه هو مستر راجي بيخبي عليكي حاجه؟ غريبه دي. ده انا متاكد ان اي حاجه بتحصل في البيت لازم تبقي عارفاها. مالك؟ انت اول مره تتكلم معايا بالطريقه دي. احنا زملاء واصحاب وحبايب اه، لكن هتعدي حدودك باي طريقه من الطرق انا مش هسمح لك. والله يا بسمه انا ما بقتش عارف مين فينا اللي بيعدي حدوده. يعني هيكونوا راحوا فين بس يا باشا؟ الارض انشقت وبلعتهم، هو احنا فين بس؟ هنلاقيهم يا ريس عدلي، هنلاقيهم. اتفضل. تسلم ايدك يا سيدي. لا نوشف. انا جاي لك مخصوص علشان اقول لك ان احنا هنلاقيهم. انا مش هسيبهم ابدا، طمن. وعشان اقول لك كمان ان لو انا اتاكدت ان سبب اختفاء حامد وبدير حد من اللي بيشتغلوا في الشركه مهما كان مش هرحمه. ما هو اكيد يا باشا حد من الشركه. هنشوف. خلينا بقى في المهم. انت تعرف ولاد حامد وبدير وتقدر توصل لهم؟ ايوه سعد. طب انا عايز منك خدمه، توصل لهم الفلوس دي. وماهيه حامد وبدير هتفضل شغاله لحد ما نلاقيهم. مطمنهم هنلاقيهم قريب ان شاء الله. كتر خيرك يا باشا، بس علشان خاطري خلي الموضوع ده في دماغك، انا مش هرتاح غير لما اشوف الاثنين قدامي. وانا زيك بالظبط، ما تقلقش يا عدلي. تسلم ايدك يا فوز. بالهنا، قول لي رايك بقى. مالك يا علي؟ علي؟ هي ليه دايما مش سهله يا فوز؟ هي مين دي؟ الدنيا هتكون ايه؟ تحرمنا من حاجات بنحبها وعايزين نعملها، تدينا حاجات ما بنحبهاش ولا عاوزينها. تتكلم بالالغاز يا علي؟ شكل قلبك شايل يا ابني، ايه اللي تعبك؟ الله يا علي مبروك. انا فرحانه قوي انك خلاص هتبقى معانا في الفيلا. انا كمان فرحان. يلا اهلينا جت اهي عشان ما تبقاش لوحدك، هسيبكم انا. الاخبار اليوم كان عامل ازاي النهارده في الشركه؟ وحش. ايه ده ليه؟ في حاجه حصلت؟ اه طبعا، انت ما جيتيش النهارده. انت اللي عارف، افتكرتك بتتكلم بجد. طب وانت عملت ايه النهارده؟ كنت بعمل اكتر حاجه بحب اعملها في حياتي، كنت برقص زومبا. زومبا ازاي يعني؟ زومبا يا علي دي رياضة مشهورة قوي، انت ما تعرفهاش؟ لا انا الزومبا اللي اعرفها بتدفيع ما بتترس. بص يا علي، انا اكتر حاجة نفسي اعملها في حياتي اني انسى الاسترس واسيب الشركة والمسؤوليات وابقى مدربة زومبا، بس مجرد حلم يعني. طب وانت ابوك يعني اللي هو بابا يعني هيوافق انك تشتغل رقصة؟ مش عارفة بصراحة، بس ولا انا كمان عارفه اذا كنت هقدر اعمل حاجه زي دي ولا لا. هيفضل الموضوع مجرد حلم. بقول لك ايه، انا هقوم اخد شاور واجي لك نقعد نرغي لحد الصبح. ماشي هستناك. اوكي. فظيعة يا نهاد، اتحسنت كتير. شفتي القلبة؟ اه جميلة. طب ودي والنبي؟ مرعبة بصراحة.
حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. لازم اذاكرها كويس ومن اكتر من مدرسه كمان. مدرسه ايه؟ مدرسه الرقص يا لولا. يعني مثلا داري رضوان بتعملها بطريقه مختلفه خالص عن ايمي المهندس، وايمي بقى بتعملها بطريقه مختلفه تماما عن ايمي جورجيه. مدارس يا بنتي مدارس. بس انت يعني خدتيني بدوكه كده وما قلتليش انت رايحه فين ومتشيكه كده يوم الجمعه يا مزه. مفيش، رايحه لاصحابي، هنيجي نصور مدرسه ونلونه. الله، وانت رايحه تدهني سور المدرسه باللبس ده والتسريحه دي والمكياج ده عشان تدهني سور المدرسه؟ يا دنايا. اه والله. وفيها ايه يعني؟ هو انا لازم اروح معفنه يعني عشان ارضيكي؟ فيكي حاجه غريبه يا بنت انت الايام دي. حد مثلا؟ حد مين؟ لا، وانا كنت اخبى عليكي يعني؟ دي مجرد اوهام في دماغك على فكره. ماشي، عموما يعني لو كان الوهم اللي في دماغي ده حلوه وموز كده ابي سلميلي عليه، ولو مش كده يبقى بلاش احسن. انا هعملها يعني هعملها. قولي اني عندي ميعاد ما كنتش سبتك تعملي كل ده لوحدك يا خالتو. معلش. ولا يهمك يا حبيبتي، هتاخري؟ لسه مش عارفه، بس هحاول ارجع بدري على قد ما اقدر. بسم الله ما شاء الله عليك النهارده يا بنت الحلاوه دي زي القمر. هو في ايه يا خالتو؟ هو انت من هيك بتقولي لي نفس الكلام ليه؟ هو انا كنت وحشه قبل كده؟ انا مش واخده بالي ولا ايه؟ طول عمرك حلوه يا حلو. ما تردي. لا 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 عادي، دول صحابي بس بيستعجلوني. يلا سلام يا خالتو. مع السلامه يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك. حاضر. ما تأخريش. حاضر. ناهد، انت يا بنت ناهد. ايوه يا ماما. اقفلي الزفت ده وتعالي ساعديني. نعم، يعني لا تنزل وتتفسح وانا اقعد انضف. انا مطحونه طول الاسبوع في الشغل وبتساعدني في مصاريف البيت، وانت طول النهار لا شغله ولا مشغله، قاعده قدام الوش ده وبتعاملي مع البيت على انه بنزين وغيرك اللي بينظف. اقفلي الزباله ده وتعالي ساعديني، والا هخلي يومك مش فايت. الو، انا اسفه ما سمعتش الموبايل. لا لا تمام، انا هبعت لك شير لوكيشن اول لما اوصل المكان. مع السلامه. يلا باصي 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 يعني شوط. تعالى مامي. انا حاسه مروان بقاله فتره متغير معايا كده، وكل مره اشوفه واقف مع اللي اسمها ليلى دي. يلا تيمو يلا. تتعبطي يا اروى؟ ليلى ايه اللي انت بتكلميني عنها دي؟ ليلى دي ولا في الخيال انها تيجي في افكاره اصلا. يلا تيجي معايا. تعالي يا عروة. عروة ما تيجي تلعبوا معانا. لا يا بابي انا تعبانه مش قادر. طب يلا نكمل احنا. بابي انا ما بحبش الكوره الا في البلاي ستيشن وفي البيبي فوت. لعلمك بقى الكوره بجد بتخلي عندك اصحاب. بابي عايز يبقى عندك اصحاب كتير قوي. بس بابي الولاد في النادي مملين قوي، وانا بحب الرسم اكتر من اي حاجه. تيمو حبيبي، ينفع بابي يبقى حريف كوره زيي وانت ما بتحبش الكوره؟ سيبكوا بقى من الكوره دي وتعالوا تصوروا معانا سيلفي. يلا يلا جاهزه اهي. يلا هيشو. اه هنقول ايه؟ سي تشيز. ملوخيه. ازيك يا عامل ايه؟ ايه اللي ناقص يا عم؟
هاي ليلى، ازيك؟ ازيك يا مروان؟ والله ايه كويس. طب اعرفك عليهم بقى صح؟ ماشي يلا بينا. يلا يا جماعه تعال. ده مروان بيدرس فيلم في الجامعه الامريكيه وكان عايز يقول لكم حاجه. هاي يا جماعه ازيكم؟ انا ليلى كانت حكيت لي على الفكره بتاعتكم وعجبتني جدا، وكنت عايز ده بعد اذنكم طبعا ان انتوا تكون موضوع البروجكت بتاعي في الجامعه. ها دايس يا معلم، مفيش اي مشاكل. ايه يا جماعه، مفيش حد دايس غيره ولا ايه؟ معاك، احنا معاك. بقول لك ايه، انا موافقه بس انا عاوزاك تطلعني شبه نيكول كيدمان. والله اه ايه المشكله يعني؟ ده طب فاكش يا جماعه بقى. تعالى هنا بس، تعالى هنا بس، استنى. بصي هو مفيش حاجه يعني، تمام احنا معانا جرافيكس ومعانا كل حاجه، فن بس انا شك ان ده ممكن يحصل يعني. ايه ده انت كنت فاكرها؟ انا معاك بس تبقى تعزمنا على العرض الخاص يا معلم. ماشي اعتبره حصل. تمام جدا تمام ماشي. ايه يلا بينا كله دن كده. يلا بينا دن. يلا بينا يلا يلا نشتغل. يلا يلا بينا. مش عارف اقول لك ايه يعني. ثانك يو. العفو. ماشي انا هجيب الكاميرا واجي لكم. ماشي. عايزك تخلص الاكل ده كله. وانت مش هتاكل؟ لا يا حبيبي مش جعان. قول معايا عشان خاطري. ماشي. مش انا نزلت شغل؟ شغل ايه؟ عند السروج بتاع التكاتك على وسط الشارع بره. طب والمذاكرة؟ معرفش يا حسن، انا كل يوم بروح الورشة وبرجع مهدود بقفش اذاكر. انت زعلت مني يا ابو علي؟ لا يا حبيبي ما زعلتش منك، بس زعلان من نفسي عشان مش قادر ابني ابوك عنك. انا اسف من غير قصدي، انا ما اقدرش اقول له لا، ده بيضربني. طب اسمع كيمو، انا عاوزك تركز في مذاكرتك وسيب الشغل ده خالص، وانا هديك فلوس تديها لابوك على انها اليوميه بتاعتك. ماشي؟ بس الاسطى بتاعي هيقول له. يا حبيبي انا هتكلم مع الاسطى بتاعك ما تقلقش. حاضر. كل قبل ما ابوك يرجع. شامم ريحة الكباب والكفتة من على أول الشارع. قوم يا كريم. قوم. خليك أنت حبيبي كمل أكلك. تعال اقعد مكاني. أمال فين التربة يا حسن؟ مفيش مية يا قوم هات مية. من النيفة فين يا حسن؟ انت عرفت النيفة منين يابا؟ انت فاكر ابوك كلودي يا انا كلت العمر اهلك ما كلوه، مش اهلك اللي انت مستقرنهم، اهلك الحقيقيين ابوك وامك يا ابن توفيق. جبت فلوس يا حسن؟ كام دول؟ 1000. ده هتنقطني يا حسن، 1000 في 2000، انا عايز الفلوس كلها على بعضها. الصبر يابا، مش حال ما كنت عارف اللي بيحصل في البيت ولا المشاكل اللي بتحصل في الشركه والمصنع. انا ما استجراش حتى اطلب منهم جنيه عشان اطلب منهم مبلغ كبير. ماشي، ما انت تروح مني فين؟ لو حاولت تلعب بديلك انا خلاص حفظت طريق الشركه. انا كريم زورت ياد ياد فين كوز المي؟ هونا هونا العسل يا مين.
esta historia algo que confesar. Entendí muy bien qué fue lo que pasó. Que duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Esa fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar. Qué dolor solo fue conocerme. Pero tú, pero tú, pero tú soy yo. باي باي باي. جود جوب يا جماعة. سلام يا مرجان. سلام يا سلام. أنا همشي بأي مروان. طب استنى أوصلك. لا مش هينفع. ليه؟ يعني أنا هروح بتاكسي. ماشي. اتبسطت؟ أه اتبسطت جدا. الحمد لله. ليلى في لون على خدك. لا لا فوق شويه. استنى 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 امسحها لك بس ما تخافيش. استني خلاص. استنى 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 خلاص والله اتمسحت خلاص. هو بس رخم شويه نقفل شويه. اهو انت اللي مسحتيه بنفسك خلاص. في تاكسي جه. شكرا. اتفضلي. يلا كلميني لما توصلي. حاضر. خلي بالك من نفسك. باي باي. يلا يا استاذ. اهلا يا كمال. اتفضل. هي طمني في اخبار جديده؟ هو في اخبار بس للاسف مش كويسه. ايه حامد وبدير قرر لهم حاجه؟ لا 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 حامد وبدير لسه ما نعرفش عنهم حاجه. نتيجه الدي ان ايه ظهرت الولد اللي قاعد في بيت الهام مش عليك.